السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاتو حبايبي أرانب للبيع. دقوم يا جماعة دوتش، دقوم بلجيكي للبيع، دي أم فلاين ما شاء الله يا جماعة، برضو أم فلاين يا والدة ما شاء الله، حاجة جميلة جدا ربنا يبارك. أرد يا جماعة كلها للبيع بفضل الله. دي أم دوتش للبيع، أم دوتش برضو تاني يا جماعة للبيع ما شاء الله، حتى اسكندرية برضو للبيع شباب ربنا يبارك. ذكر اسكندريه، ذكر اسكندريه ما شاء الله، دي انتا ريكس ما شاء الله ربنا يبارك، دي انتا فلاين، انتا فلاين ما شاء الله، ذكر شنشله ربنا يبارك، ادي ذكر شنشله، ادي انتا اسكندريه يا جماعه شار ما شاء الله يا جماعه، حتى كاليفورنيا ما شاء الله ممتازه جدا والده ما شاء الله ربنا يبارك. وده برضو ام يا جماعه بلجيكا على اولاده، هو شار تقيل على ولاده ما شاء الله. ده برضو ام بلجيكي بعيالها ربنا يبارك. دي ام يا جماعه برضو اسكندريه شباب ما شاء الله بعيالها ربنا يبارك. ده برضو انت عشان شيل عشار، حته برضو اسكندريه ما شاء الله يا جماعه ممتازه جدا ان شاء الله بعيالها شبابيات ربنا يبارك. دي بقى هنا بقى برضو يا جماعه انتات عشار، اسكندريه عشار، ريكس يا جماعة عشار، بابيون عشار ان شاء الله ربنا يبارك. دي بلس يا جماعة عشار بفضل الله، واحنا تحت امر الجميع يا جماعة، اي حد محتاج ارانب سلالات امهات عشار ما شاء الله، امهات متلقحة، سعر الام يا جماعة العشار او الام المتلقحة يا جماعة الحتة ب 350 جنيه عرض، الحق العرض قبل ما يفوت الاوان. سعر الحتة يا جماعة المتلقحة او العشرة باين، يعني مثلا لو انت عايز خمسه بتاخد مثلا 22 باين او 23 باين واثنين ايه؟ واثنين متلقحين، عايز سته بتاخد ثلاثه مثلا وثلاثه او اربعه واثنين. الشغل يا جماعه مش لبعضه في 350 جنيه الحته، عشار في متلقح 350 الحته. الام اللي بقالها يا جماعه بنباعها ب 400 جنيه في العرض، بنباعها ب 400 جنيه في العرض، العيال كبيره 450 جنيه في العرض تمام. احنا اهم حاجه كل هدفنا يا جماعه ان احنا نسهل على المربي ان انت تشتغل. سعر البطاريه يا جماعه، بطاريه مستعمله يا جماعه سعرها 800 جنيه في العرض، 800 جنيه في العرض، بطاريه مستعمله 6 عيون 800 جنيه. واحنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج ارانب، محتاج بطاريات، محتاج ادويه، محتاج اي مستلزمات الارانب تحت امره. رقم التليفون يا جماعه الاستفسار والتواصل 010 28 35 9 175. طبعا دي كانت حلقه النهارده، بشكر ابطالكم معانا الفيديو الاخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.